طبعا احنا هنا كطلاب حبينا اليوم نوقف نتضامن مع اهلنا في غزة، نتضامن مع الشيء اللي صار امبارح على اهلنا في غزة، شيء اجرامي، شيء عنده له الجبين، شيء لا ينتمي الى الانسانية. اسرائيل كل عمرها وهي تحكي للبشر وتحكي للعالم انه هي قمة الانسانية، هي قمة وهي قمة الاجرام، صراحة هي قمة الإجرام. نحن كطلاب جامعيين في هذه المناطق المحررة نتمنى أن يفتحوا لنا الطرقات في الذهاب إلى فلسطين والذهاب إلى غزة في سبيل أنه نساعد أهلنا هناك، نوقف معاهم ونوقف جنبهم. رسالتنا لأهلنا في غزة، أنتم أصحاب قضية وصاحب القضية سيدفع ثمن غالي للحصول على قضيته. رسالة أهلنا غزة، نحن منضمين معكم، يعني هون كل محرر منضمين معكم، ومطلبكم مطلب حق يعني، وعدونا واحد اللي كان في إسرائيل ولا اللي كان هون يعني من النظام المجرم، فاليهودي واحد يعني وقضيتنا واحدة، وإن شاء الله نحن منضمين معكم ولو كان في طريق يعني لو كنا وصلنا إليكم، لكن عدونا واحد يعني، نتمنى نظلوا ثابتين على الحق وإن شاء الله نحن معكم ليوم الدين. نحن كطلاب إعلاميين في جامعة حلب الحرة بنوجه رسالة لأهلنا في غزة، قلوبنا معكم، الله يتقبل الشهداء ويعافي الجرحى، مصابكم هو مصابنا، الشيء اللي عم تمروا فيه هلأ أنتوا نحن مرينا فيه، القصف اللي عم تعيشوه هلأ نحن عم نعيشه ولحد الآن عم نعيشه بالمناطق المحررة. منحب نوجه رسالة لحكام العرب، للضمير العربي، اصحوا ساعدوا أهل غزة بأي شيء، وقفوا بوقفات احتجاجية، قدموا مساعدات، أي شيء بتحسنوا تعملوه عملوه، يعني حتى لو أنه هاشتاج بسيط أنه بيجوز بسبب بهالش هاشتاج أنه يكون هو سبب لنصرتكم. قلوبنا معكم، يعني يعجز الكلام، يعجز الوصف. نحن كطلاب جامعيين بجامعة حلب الحرة بنوجه رسالة لأهلنا بفلسطين، الله يرحم الشهداء، ونحن منضمين معهم قلبا وقالبا. نحن كطلاب أحرار من جامعة حلب في المناطق المحررة نقدم الدعم لإخواننا في فلسطين، لأننا عشنا نفس الأحداث وعشنا نفس اللحظات من الألم والفقد. أنا نوجه لهم رسالة، اصبروا وصابروا لعل الله يجد مخرجنا. بنواسي أهلنا في غزة ونقف معهم، اللي عم بيصير فيهم اللي عم بيصير فينا، ونتمنى لهم النصر إن شاء الله.